الله هنبتدي نستكمل بقى المواضيع بتاعتنا. إن شاء الله بإذن الله النهاردة هنتكلم على أمزلو. أمزلو أصلا كقانون يعني أو كصيغة منطوق هي عبارة عن، بنقول في أمزلو هو إن current intensity in a conductor is directly proportional to potential difference across its terminal at constant temperature. يعني الكلام ده بيقول لنا ان شده التيار او الكرنت اللي مار في كوندكتور بايه بيتناسب مع البوتنشال ديفرنس، بمعنى ان انا اقدر اقول ان في بروبورشنال مع اي، وكلنا عارفين ان اقدر كده اشيل البروبورشنال واحط مكانها ايكوال، بس لازم احط معاها ايه مع الاي دي كونستانت، فتبقى الفي ايكوال اي في كونستانت، هذا الكونستانت بنقول عليه ار او بنقول عليه ريزيستنس. يعني اومز عمل تجربه على الكوندكتور طلع منها بان الكرنت اللي بيمر في السيركت بروبورشنال مع البوتنشال ديفرنس اللي انا حاطه، بمعنى ان انا كل ما بزود الفولتج الكرنت بيزيد، اقلل الكرنت اقلل الفولتج الكرنت بالتبعيه بيزيد، اقلل الكرنت اسف اقلل الفولتج اسف فالكرنت بالتبعيه هيبتدي يقل. طيب يبقى من هنا V equal I في الـ R. ما هي الـ V؟ الـ V هي الـ potential difference أو الـ A الـ voltage اللي أنا حاطه. الـ R هي الـ resistance بتاعة الـ conductor اللي أنا إيه؟ اللي أنا عامل applying للـ voltage عليه. الـ I هي الـ current intensity اللي هو بيباسنج في الـ conductor نتيجة لمرور إيه؟ نتيجة إن أنا حاطط voltage معين. طيب. إحنا كنا اتعرفنا قبل كده عن الـ resistance وكنا قلنا إنها حاجة في الماتيريال بتقاوم او بتعاكس الايه الكرنت. طب ما تيجوا بقى نشوف اومز لو ده لو احنا عايزين نحققه هنعمل ايه عشان نشوف اوم ده لما عمل قانون عمله ازاي. اومز ده جاب سيركت زي اللي انتم شايفينها قدامكم كده، مكونه من باتري وكي و ريزيستنس اسمها ار سي، و حط فاريبل ريزيستنس او ريستات بالمنظر اللي انتم شايفينه ده اللي هو مكتوب عليه ار في، اختصر لكلمه فاريبل يعني ريزيستنس، وراح جاي على الكوندكتور ذات نفسه اللي هو عايز يعرف الريزيستنس بتاعته او عايز يعرف العلاقه ما بين الجهد والكرنت، يعني راح حاطط فولتميتر. هذا الفولتميتر اللي هو حاطه ان باراليل مع الار سي، وراح عامل اميتر وراح موصله في الايه في السيركت اللي قدامكم دي ان سيريز بحيث ان هو يقرا الكرنت، وبعدين راح جاي قفل المفتاح ده. لما قفل المفتاح طبعا فبص على الفولتميتر وبص على الاميتر، سجل قرايه معينه للفولتميتر والاميتر وراح حاططهم في تيبل. طيب بعد كده عمل ايه بقى؟ بعد ما قفل المفتاح وبدا يقرا الفولتميتر ده الميجرمنت بتاعه كام والاميتر الميجرمنت بتاعه كام، وبدا سجل القيم دي في تيبل. نتيجه لوجود الريوستات او الفاريبل ريزيستنس دي بدا يتحرك بالسهم مثلا لجوه شويه كده، فجزء من المقاومه او ريزيستنس اللي هي الفاريبل ريزيستنس يعني بدا يقل معايا، فبالتالي لما بدا يقل معايا بص لاحظ ان الفولت الموجود على الكوندكتور اللي ليه ريزيستنس سماها ار سي اختصار لكلمه كونستانت ريزيستنس، يعني الفولتج اتغير، وبالتبعيه بص برضو على الريدنج بتاع الاميتر لقاه هي اخرى اتغيرت. راح مسجل بقى قيمه جديده للايه؟ للفولتج و الكرنت. عاد التجربه دي اكتر من مره، بدا يعمل يغير في قيمه الفاريبل ريزيستنس وبدا يسجل الكلام دوت في ايه؟ في تيبل. تمام؟ بدا يبقى عنده مجموعه من القرايات تمثل الفولتج وتمثل الكرنت. انا هرسم بقى علاقه ما بين الفولت اللي انا سجلته وما بين الكرنت اللي انا ايه؟ سجلته. لما جه يرسم علاقه ما بين الاثنين لاحظ ان علاقه بتاعته طلعت او الريليشن اللي طلعت ما بين الفولتج والكرنت هي علاقه ايه؟ علاقه ستريت لاين زي ما انتم شايفين كده. بتبدا منين؟ بتبدا من الاورجن بوينت او من تلاقي التو اكسس بتاع الفولت والكرنت. لما بدا بقى عايز يجيب السلوب اللي هو ما بين الفي والاي، يعني هيجيب الدلتا في على الدلتا اي ويحسب السلوب، لقى الكلام ده قيمته بار، قعد يجيب عند قيم مختلفه قسم الدلتا في على الدلتا اي طلعت له قيمه ثابته. من هنا طلع ان ايه؟ ان الفولتج كل ما بيتغير الكرنت بيتغير بالتبعيه، والتغير ده بيعتمد على قيمه مين؟ بيعتمد على قيمه الريزيستنس. تمام؟ فبدانا نعرف ان في
اي واير ليه ريزيستنس، هذه الريزيستنس طبعا بتاثر على الكرنت الموجود، وبالتالي طلع لنا قانون اوم ان ات كونستانت تمبريتشر ذا كرنت انتنسيتي از دايركتلي بروبورشنال تو ذا فولتج. لو حبينا نبص على الاليمنت اللي كانت موجوده عندي والسيمبل كده واحده واحده، هنلاقي ان احنا كان عندنا باتري. هذه الباتري ده السيمبل بتاعها. الباتري دي طبعا ليها شغلانه او ليها وظيفه. بنقول على الباتري دي انها ليها الكتروموتيف فورس، او هي بتعمل بامبنج للالكترون، او بتخلي الالكترون تديها انرجي عشان تبتدي تتحرك جوه ايه؟ جوه السيركت. طبعا كان عندنا كان كل اليمنت موجود في السيركت اللي احنا شفناها، عشان اعمل كونكشن ما بينهم هما الاثنين اضطريت استخدم واير عشان اوصل ما بين الاثنين. فاحنا اذا كان عندنا واير، وكان كل شغلانته ان يعمل ايه؟ يعمل كوندكت بتوين ذا اليمنت ان ذا ايه؟ ان ذا سيركت، او بتوين ذا ديفرنت اليمنت ان ذا سيركت. بعد كده طبعا كان عندي سويتش، عشان السويتش ده لما انا احب اعمل السيركت اوبن اعملها اوبن، ولما احب اخلي السيركت كلوزد اعملها كلوزد. يعني السويتش هيعمل تيرن اون او هيعمل تيرن اوف، يعني هيشغل الدايره او هيفصل الدايره، اللي احنا قبل كده كنا اتكلمنا على هذا الموضوع وقلنا ان عشان كرنت يمر لازم الدايره تبقى كلوزد، وبالتالي انا عشان اخلي الدايره تفتح يبقى لازم يكون عندي سويتش، هذا السويتش اعمل بيه التيرن اون او التيرن اوف بتاعتي. نيجي مثلا كان عندنا ايه؟ كان عندنا اميتر. هذا الاميتر تمام زي ما انت شايف فين ده اللي فوق ده الاكشوال ايه؟ الاكشوال شيب بتاعه. يعني انت لو دخلت معمل هتلاقي ده شكل الاميتر، والدايره اللي تحت اللي تحتها الايه ديت تمثل بالنسبه لنا ايه؟ شكل الاميتر لما انا اجي امثله في دايره كده ايه؟ هبتدي احطها على الورق، او في سيركت هبتدي ايه؟ احطها على الورق. الاميتر ده بيبقى بيتوصل او في السيركت بتاعتي ان سيريز تمام، يبقى الاميتر كونكتد ان سيريز ان ذا سيركت، وفائدته ان هو بيميجر الايه؟ الكرنت انتنسيتي. تمام تمام. لو جينا نبص برضه هنلاقي عندنا الفولتميتر، والشكل اللي فوق هو شكل الفولتميتر، واضح ان شكله كده قريب من الاميتر، لكن الشكل اللي تحت اللي هو في دايره وفي ده لما اجي ارسم انا في كراسه ولا في شيت مثلا رمز المين للفولتميتر. كل فايدة الفولتميتر انها يقيس لي الفولت بتوين تو تيرمينال، وانا لما اجي بوصله كونكتد ان ايه؟ ان بارلل. يعني مثلا كان عندنا مقاومة او ريزيستنس يعني اللي اسمها ار سي دي ليها تو تيرمينال، جيت على التيرمينال الاولاني وصلته بتيرمينال من الفولتميتر، وجيت على التيرمينال الثاني بتاع الريزيستنس ديت رحت موصله بالتيرمينال الاخر بتاع الايه؟ بتاع الفولتميتر. فبالتالي كده يبقى انا وصلت الفولتميتر على ايه؟ ان بارلل، يعني وصلناه على التوازي مع السيركت بتاعته. وطبعا الغرض منه هو انه يقيس الايه؟ يعمل ميجر للفولتج. طيب لما نشوف الريزيستنس، احنا شفنا في الحقيقه في نوعين من انواع الريزيستنس، شفنا الار سي ودي اسمها فيكسد ريزيستنس اللي هي كانت الريزيستنس بتاعت مين؟ بتاعت السلك. تمام. في الواقع الشكل اللي انتم شايفينه المجسم ده يمثل الفيكسد ريزيستنس، اما الشكل اللي هو فيه تقاطعات دوت يمثل ايوه ريزيستنس فيكسد ريزيستنس، ولكنها ديت اللي بتترسم على الورق عشان تمثل لي الريزيستنس. بينما الشكل المجسم دوت اللي هو التو ريزيستنس اللي تحت بعض دول في الشبه في الصوره الاولانيه، يعني ده بيمثل الاكشوال ريزيستنس. حضرتك لو رحت عندي بتاع الكترونكس ورحت حبيت تقول له اديني ريزيستنس، هتلاقي ريزيستنس بالمنظر اللي انت شايفه ده. في حاجه ثانيه اسمها الفاريبل ريزيستنس، واحنا كنا في المعمل دايما بنشوفها وبنسميها الريوستات، وهو عباره عن ايه؟ ريزيستنس ممكن اقدر اغير في الفاليو بتاعتها. تمام كده زي ما انتم شايفين ده شكلها الحقيقي اللي هو الشكل المجسم، اما الشكل اللي هو زي ريزيستنس كده وعليها سهم تدل على التغيير دوت هو الشكل اللي احنا بنرسمه في السيركت. وفائده الفاريبل ريزيستنس ان احنا نقدر نتحكم بيها في الكرنت، يعني بنعمل كنترول على الالكتريك كرنت انتنسيتي. اما الريزيستنس ان جنرال انا فايدتها انها بعمل ليميت للكرنت، بعمل ليميت للكرنت يعني بخلي الكرنت ايه؟ بقلله يعني عشان ما يحرقليش اي حاجه موجوده. طيب زي ما احنا كنا بنتكلم كده وبنقول ان احنا عرفنا ان لو انا حطيت فولتج على كوندكتور او على اي ديفايس مثلا هيمر لي كرنت معين، لو
الموضوع ده بيخضع لقانون اوم، هنبص نلاقي ان ايه، ان الفي بروبورشنال مع الاي، يعني كل ما زود الفي الاي تزيد، لما اقل الفي الاي تقل بالتبعيه. وثابت التناسب ده او ثابت البروبورشنال ده كان هو مين؟ كان هو الريزيستنس. طب انا دلوقتي قلنا ان الريزيستنس بتقاس بالاوم، وكنا اتكلمنا على الكلام ده من فتره، فانا عايز اعرف بقى ازاي اعرف 1 اوم او اعرف الاوم معنى ايه. الاوم بكل بساطه ممكن اقدر اقول ان هو عباره عن الريشيو بتوين ذا فولتج تو كارنت. طب لما اجي اتكلم على 1 اوم يبقى معناها ان الفولت يبقى ب1 والامبير يبقى ب1 او الكرنت يبقى ب1، يبقى ممكن نقول عليها الاوم دي عباره عن ريزيستنس اوف كوندكتور اللو باي باسنج 1 امبير current intensity while the voltage applied between the terminal of the device is 1 volt. بيقول لي what is the meant by the resistance of conductor the 100 ohm or 100 ohm. بكل بساطة كده هنقول له this is means that the ratio between the voltage applied in the resistance to the current applied in the resistance to the current passing through the resistance is 100 ohm. واحدة ثانية بيقول لي what is the meant by the current intensity of conductor has resistance 5 ohm is 5 amperes. This means that the voltage applied between the this device is 4 times 5 يعني ب 20 يبقى 20 volts. جميل جدا. طب بص بقى يا شباب، المفروض الريزيستنس دي بتقاوم مرور التيار او بتعاكس التيار، بمعنى صح تخليه ايه؟ يعني ان هو تحاول تقلل من شدته. طب بناء على كده احنا كلنا عارفين طبقا لأومز لو عندنا الفي بروبورشنال مع الاي زي ما احنا شايفين في المربع اللي هو ناحيه اليمين ده، يبقى معنى كده ايه؟ ان الفي والاي دايركتلي بروبورشنال، يعني معناها لو انا حبيت احطهم في ريشيو يبقى المفروض في 1 اوفر في 2 بيساوي اي 1 على اي 2. طيب وعارفين كلنا ان الاي دي بتعاكس الكرنت، بتعاكس الكرنت يعني ايه؟ يعني الاي از انفرسلي بروبورشنال تو ذا ايه؟ ذا كرنت. معنى كده ان لو عندي اي 1 على اي 2 يبقى قصادها الحاجه العكسيه، لان زي ما انتم عارفين اي بروبورشنال مع 1 اوفر ار، يبقى الارات هتبقى مقلوبه بالنسبه للايات، يعني لو في اي 1 يبقى قصادها ار 2 ولو في اي 2 يبقى قصادها ار 1. طيب يقول لي what happened for the electric current intensity in the circuit when resistance is increased to double. احنا عارفين ان resistance بتعمل ايه؟ بتحاول تقاوم مرور الكرنت في السيركت. معنى كده ان resistance لو زاد مرتين يبقى الكرنت لازم يحصل له decrease بالنص، لان هم ماشيين مع بعض كعلاقه عكسيه. فبالتالي لو resistance زاد يبقى الكرنت لازم يقل بالتبعيه، فبما ان resistance زادت مرتين يبقى الكرنت هيقل للنص طبعا لما يكون الفولتج بتاعي ثابت. بيقول لي برضو what happened for the current intensity، بيسأل على current intensity in the circuit when the resistance is decreased to 1 over 4. المقاومة قلت يبقى بالتبعية الكرنت لازم ايه؟ لازم يحصل له increase. طب المقاومة قلت ل 1 over 4 يبقى الكرنت هيزيد 4 تايم. خلي بالكم ان من العوامل المؤثرة على الريزيستنس اللي احنا عارفينها لغاية دلوقتي هي التمبريتشر. كل التمبريتشر ما بتزيد كل الريزيستنس ما بيزيد. ان شاء الله في الدرس الجاي لما نيجي نتكلم على بقيه العوامل وهنفرد الموضوع دوت موضوع خاص يعني. فاحنا ايه السبب بقى في الموضوع ده؟ ليه لما درجه الحراره او التمبريتشر بتزيد الريزيستنس بيزيد؟ السبب في الموضوع ده في الحقيقه ان لما بزود التمبريتشر بيحصل ان الموليكيول الامبليتيود بتاعها بتاع الاهتزاز بتاعها او الفايبريشن يعني بيزيد، فبالتالي انا بص الاقي الالكترون بتتخبط فين؟ في مولكيول بصوره اكبر، فبالتالي لما بتخبط في المولكيول بصوره اكبر فبيحصل ايه؟ انها بتولد حراره، هذه الحراره بتزود من قيمه ايه؟ الريزيستنس، فبالتالي بتقل من قيمه التيار، لان اللي هيحصل ان تخيل انت كده الالكترون وهو ماشي كده كان بيتخبط في ايه؟ في ثلاث اربع اتوم. دلوقتي لما الاتوم عمال يتحرك بسرعه بسرعه فالالكترون مثلا بدا يتخبط في 5 ولا في 10 ولا في 15، فاكيد طبعا ايه يعني سرعته هتقل، فبالتالي التيار هيحصل له ايه؟ هيقل. طب تعال نشوف بقى مسائل عن الموضوع ده. بيقول لنا عندنا كوندكتور باسنج ثرو ات، كوندكتور باسنج ثرو ات 3.6 كولوم، يبقى انا عندي كوندكتور بيمر خلاله 3.6 كولوم، يبقى ديت هي الكيو.
ثرو 1 مينيت، الكلام ده بيتم خلال 1 مينيت، يبقى انا معايا تايم ومعايا كيو، لو اتعملوا ديفايد يبقى انا كده هطلع كارنت. خلي بالكم if the potential difference between the two terminals is 16 فولت find the resistance. بكل بساطه كده انا ممكن اسال نفسي سؤال، اقول لنفسي هو عايز مني الريزيستنس، طب ما انا عارف الريزيستنس بتساوي في على اي، تمام، الفي معايا ب 60، الاي مش معايا، يبقى لازم اروح احسب الاي. هلاحظ حاجه بقى ان الاي اللي عندنا علاقه ما بين الكيو والتي، يبقى كيو على سي دي بتديني اي، يبقى انا هبتدي اعوض هنا عشان اطلع الاي وبعدين ارجع اطلع الريزيستنس. يبقى الاي ايكوال كيو اوفر تي، الكيو دي كانت 3.6 ودوت كان بيحصل في خلال 1 مينت، يعني معناها ان انا بحول حاجه للسكند، يبقى 1 تايم 60 عشان تبقى بالسكند، يطلع الكرنت 0.06 امبير. طيب انا دلوقتي عايز خلاص الكرنت اتحسب، وانا خلاص كنت عارف الفولت، يبقى الريزيستنس بالنسبه لي هي في اوفر اي، فدي هتساوي 60 اوفر 0.06 فتطلع 1000 اوم.